السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب عاشر، أسأل الله تعالى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم درسنا بيحكي عن القمار، لكن يتوقع منك قبل البدء بهذا الدرس أو قراءة هذا الدرس أن تتوصل إلى النتاجات الآتية. بداية أن تبين معنى القمار، وأن توضح حكم القمار في الإسلام، وأن تعدد صور القمار وتبين آثار القمار على الفرد وعلى المجتمع. طبعاً والنتاج المهم جداً في هذا الدرس أن نتجنب الأعمال التي تلهينا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبدأ درسك بصورة من صور القمار، اللي هو قال أحد طلبة الصف العاشر لمعلم التربية الإسلامية: طلب إلي زميلي أن نتسابق في الجري على أن يدفع المسبوق للآخر مبلغ 10 دنانير، فما حكم ذلك في الإسلام؟ فقال المعلم: هذا نوع من القمار يا بني، وسأبين لكم مفهوم القمار وحكمه وبعض صوره المعاصرة، أي الصور الحديثة. هلأ بداية نعرف مفهوم القمار. القمار هو أن يشترط أحد اللاعبين أو المتسابقين أو كليهما، أي المقصود اللاعب والمتسابق، على الآخر بأن يأخذ الفائز من الخاسر ما يتفقان عليه إن فازا في المسابقة، وإن سبق أخذ الفائز منه طبعا. ولها اسم آخر في القرآن الكريم وهي المراهنة والميسر. لكن قبل الحديث نعرف أن القمار يكون دائما في السباقات واللعب، حيث أنه قد يشترط اللاعبان أو المتسابقان أو المتراهنان إن ربح أحدهما أن يكسب مالا من الخاسر أو من الشخص الآخر. تمام؟ يعني افهم الصورة الآتية: كل مشارك دائر بين أن يكسب المال من غيره أو أن يخسره حتى يكسبه من غيره. تمام؟ هذه الصورة العامة التوضيحية لمفهوم القمار من حيث الاصطلاح الشرعي. هلأ ورد ذكر القمار في القرآن الكريم، وقد سماه القرآن بالمراهنة والميسر، وحكمه في الإسلام حرام شرعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية دلالتها صريحة أن الإسلام قد حرم القمار بكل صوره وكل أشكاله. تمام؟ هلا ننتقل مباشرة يا عاشر إلى صور وأشكال القمار، طبعا معاصرة وحديثة. عرفنا تعريفه، ثم انتقلنا إلى حكمه، ذكرنا هذا الحكم في القرآن الكريم وكيف أن القرآن قد سماه بالمراهنة وبالميسر. صور القمار: اللعب على شرط. اللعب على شرط نيجي نعرفها، وذلك أن يشترط أحد الطرفين أن يدفع المغلوب للفائز مبلغا من المال. يعني كل لعبة أو كل لعب يشترط فيه الغالب من المغلوب أخذ شيء من المال يسمى قمار. مثاله: يلعب جماعة من الناس بالورق، لعب الشدة. تمام؟ هي لعبة الشدة. يلعب جماعة من الناس بالورق، يضع كل واحد منهم قدرا من المال، كل واحد بيحط مجموعة من المال، فمن يكسب أخذ كل المال، فهو لعب على شرط. هاي النقطة الأولى. أما الرهان، أن يتفق، طبعا التعريفات مطلوبة يا عاشر، أن يتفق طرفان على أن يقوم أحدهما بدفع شيء من المال للطرف الثاني إن خسر أو فاز طرف ثالث. ضربين لك مثال: يتراهن شخصان على أن يدفع أحدهما مبلغا من المال إن خسر فريق كرة القدم المفضل لديه، زي ما أنتوا دائما تتراهنوا على برشلونة وريال مدريد، فإن فاز دفع له الطرف الثاني ما اتفق عليه. هاي بنسميها رهان ومراهنة، وهي من صور القمار. للتوضيح أكثر: المراهنات على فوز فريق أو لاعب معين تكون كالآتي: يضع المراهنون المال
وكل واحد يراهن على فوز فريقه أو لاعبه المفضل، فإن فاز فريقه كسب المال، وإن خسر الفريق خسر هو المال. وضحت؟ تمام. هلأ أنا ممكن أعطيك صورة ثالثة للقمار، اللي هي جميع ألعاب القمار الحركية الكهربائية الإلكترونية، كمن مثلا يشتري تذكرة حتى يتشارك في لعبة معينة، فإن فاز بها أخذ هدية أو جائزة كبيرة. يعني أنا بقدر أسمي لك إياها زي مثلا الاتصالات الهاتفية اللي بتكون على سؤال بسيط جدا، ويربح المتصل الفائز بإجابة هذا السؤال على جائزة، جائزة باهظة الثمن، أو بتكون طبعا غالية جدا. تمام. هلا قبل ما نحكي عن آثار القمار، طلعوا لي هون على تعليقا على الرهان كصورة أخرى. يكون الرهان مباحا متى؟ متى يكون الرهان مباحا؟ إذا كانت الجائزة تبرعا، ركزوا حطوا لي دوار زي ما أنا عاملة، من أحد الأطراف المشاركة في المسابقة. من الأمثلة على ذلك أن يقول المتبرع هذه جائزة مني لمن يفوز، أو كانت تبرعا من أطراف أخرى. نيجي نحكي مثلا كيف يكون الرهان مباحا. عقدت المدرسة مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وقدمت جائزة للطالب الفائز في المسابقة. تمام. في هذه الحالة تكون مباحة، وذلك لأن الجائزة كانت تبرعا من أحد الأطراف ألا وهي المدرسة، ويقاس عليها. عندك سباق السيارات، رالي السيارات، وعندك مسابقة الخيول وغيرها من المسابقات المعاصرة الحديثة. تمام. هل للقمار آثار سلبية؟ إذا حرمه القرآن الكريم وقد سماه بالميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. تمام. للقمار آثار سلبية، ومنها أولا انتشار العداوة والكراهية بين المتقامرين. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ما تنسوا يا عاشر أنه إحنا ذكرنا بداية أنه الهدف الذهبي اللي هي نتجنب الأعمال التي تلهينا عن ذكر الله، فإذا كانت هذه الألعاب تلهي عن ذكر الله فالأولى أن نبتعد عنها. تمام؟ عدا عن ذلك توقع عداوة وبغضاء، وهذا شيء أكيد مرفوض في الدين الإسلامي. تنين، تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال بين المتقامرين بالباطل. علل: لأن لكسب المال طرق. هل هنالك طرق لكسب المال؟ الجواب نعم، وكل الطرق اللي بتعرفها في الإسلام، طرق المشروعة، تعتمد على الجهد البدني أو جهد ذهني. إما تكون قاعد محاسب في مكتبك مثلا، أو معلم، أو طبيب، أو مزارع، صانع. كل الأعمال حتى نحصل على المال تحتاج إلى جهد بدني أو ذهني. أما القمار لا تحتاج، ليس فيها لا جهد بدني ولا جهد ذهني، وإنما فقط تعتمد على الحظ والمصادفة، لذلك هي محرمة، فيها أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، التكاسل عن العمل وزيادة البطالة. ليش؟ لأن المتقامر عنده أمل أنه يحصل على المال بدون جهد، فبالتالي يؤدي إلى كسب المال على الحظ والمصادفة، فلا يفكر أبدا في العمل، مما يؤدي إلى زيادة وانتشار نسبة البطالة في المجتمع الذي نعيش فيه. ارتكاب الجرائم ومنها السرقة والقتل وغير ذلك طبعا. فالمسبوق يريد أن يحصل على المال بأي وسيلة كانت، بغض النظر محللة ومحرمة، فقط حتى يعوض خسارته التي حصلت معه أثناء لعبه بالقمار. واضح؟ لذلك حرم الإسلام ما يسمى بالقمار
هلا في عندك سؤال أحلل وأبين. أحلل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. بين النصائح التي أقدمها لمن يلعب القمار ويضيع ماله ووقته وعمره. يعني أنا ممكن أساعدك شوي، طبعا هذا واجب، أساعدك بحله، اللي هي نذكره بالآخرة، نذكره بحساب الله عز وجل يوم القيامة، أن قدمه لن تزول في هذه الدنيا حتى يسأل عن المال وعن وقته وعن عمره. فعلى المسلم أن يغتنم خمسا قبل خمس، تمام؟ هاي مفتاح لحل السؤال اللي هو أحلل وأبين، الوارد عندكم صفحة 121. طيب ننتقل للأسئلة. طبعا الأسئلة مهمة جدا، تحل على الدفتر. سؤال الرابع حله على الكتاب، اتفقنا؟ بدك تبين إذا كانت مقامرة أو غير مقامرة. ويعطيكم العافية.